يعني بعد رفضكم للبيان الذي أصدرته أحزاب سيادة وعزم وحسم، يعني مدى وجاهة هذا الرفض من قبلكم؟ هل بسبب أن البيان جاء ليس بعلمكم أو من وراء ظهوركم؟ الرفض إجا مو أنه ما انطونا علم، لا، الرفض إجا لأن إحنا الأغلبية وفق النتائج الانتخابية، وفق الجمهور الأكبر بالمكون السني، وفق الاستحقاق الأكبر لهذا المكون المهم بالنسبة للشعب العراقي. الإقصاء والتهميش هي سياسة خسرانة مر بها العراق عبر فترات متتالية، نحاول نعيدها بهالفترة هاي مستحيل. أكو قرارات، أكو أمور لازم نتخذها من الناحية القانونية. يعني السيد الرئيس من صدر قرار بإبعاده من قبل المحكمة الاتحادية كنا التزمنا بهذا القرار ومشينا به واحترمنا قرار المحكمة الاتحادية. هم يريدون يعقدون جلسة ورأي المحكمة عندهم تحصيل حاصل، سواء المحكمة أقرت بشرعية الجلسة وعدم شرعيتها، فهم يشوفون نفسهم للأسف يعني اللي دا يصير إن هم أكبر من القضاء. هذا اللي دا أشوفه أنا وفق التصريح اللي صار البارحة. وفق الاستحقاق الانتخابي احنا الكتلة الأكبر، وفق الاستحقاق القانوني ما يصير عقد جلسة قبل ما المحكمة الاتحادية تتخذ قرارها بشأن شرعية الجلسة القادمة بواحد نيسان. طيب، في حال إصرار هذه الأحزاب على أنها من يمثل حقيقة المكون السني، يعني ما هي الأوراق التي لديكم للتعاطي مع هذا الرفض؟ في حال إصرار هاي الأحزاب على هذا الموضوع يعني هذا خلل سياسي كبير. يعني هاي الأحزاب مجتمعة ما تمثل عدد حزب تقدم، احنا حزب واحد دخلنا للانتخابات منفردين وجبنا نتائج اكثر من عندهم، فهم مجتمعين بالكامل ما يوصلون عددنا. ليش؟ لان السيد ابو مازن حسب ما وصلتني قبل قليل انه تبرأ من اجتماع يوم امس، قال هو اجتماع تداولي واحنا رايحين التقدم. بعض السادة النواب اللي كانوا حاضرين يوم امس رفضوا هذا الاجتماع، رفضوا بيانه ورفضوا قراراته. بشكل عام أأكد لك أنه يوم أمس ما كان أكو إجماع واتفاق بيناتهم حول عقد جلسة أو اختيار رئيس مجلس نواب قادم بديل عن الرئيس الحلبوسي. يعني بعد رفضكم لما جاء في بيان الأحزاب، هل سيقود هذا الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، أم أن الأمور لا تقاس هكذا؟ لا، الأمور ما تقاس هكذا لسبب واحد. أكو قرار محكمة مثل ما قلت لك أستاذ العزيز، قبل ما المحكمة تنطي قرارها بشرعية الجلسة القادمة ما راح يتم أي شيء. هاي خذها مني، خذها مني سبق صحفي.